الأعمال الساخنة هي الأعمال اللي بينتج عنها حرارة أو لهب أو شرز أو غلو. دي أربع حاجات هي هتعرفني إيه هو العمل الساخن. إزاي أعرف إن ده عمل ساخن عشان أطبق عليه الـ Hot Works Procedure؟ العمل الساخن عشان أعرف إن هو عمل ساخن يبقى بينتج عنه حرارة، بينتج عنه لهب مباشر دايركت فليم، أو بينتج عنه السبارك، أو بينتج عنه السلاج أو السبليترز اللي هو الإيه؟ الغلو.